An Introduction to Wave Mechanics, وتحكي لنا عن الويف نيتشر اوف الكترون، يعني الطبيعه الموجيه للالكترونات. Quantum Theory of Radiation Introduced by، يعني نظريه الكم تم طرحها او تقديمها للعالم بواسطه هذول العلماء اثنين اللي هم بلانك واينشتاين. هاي في البدايه بلانك والبرت اينشتاين، وامبلايز بارتيكل ثيوري اوف لايت، ودخلوا معنا في الكوانتم ثيوري ايش هاي بارتيكل. بارتيكل يعني جسيم، بارتيكل ثيوري اوف لايت اي ان الضوء له خاصيه الجسيمات ايضا بالاضافه الى خاصيه الموجه. In addition of wave theory of light that required by phenomena of interference and diffraction، يعني والتي يعني مطلوبة جدا في تفسير التداخل والتشتت بالنسبة للضوء إذا مر في بريزم أو سي دي إلى آخره. فكان معادلة أينشتاين هي أن E تساوي M في C سكوير، وطبعا تعرفون هذه الطاقة كتلة الجسم سرعة الضوء. وبلانك كان حكى انه E تساوي H في نيو وتساوي H في C على لمدة، هذه مش دي كثير سألوني عنها بس قريبة من بعض قبل هيك، يعني H في C على لمدة. ومعروف بالفيزياء ان المومنتم P تساوي M في C العزم. So P تساوي M في C. الآن M من هون شو تساوي؟ M تساوي E على C سكوير. طيب E هون لو عوضت مكان M E على C سكوير، سكوير مع C راح تروح، شو صفي فوق؟ E، شو صفي تحت؟ C واحدة، فصار عندك E على C. لو عوضناها من هون راح تلاقيها H على لامدا، لأنه أنا عندي H في C لامدا، H في C لامدا، وعندي هنا M في C بيصفي معي H على لامدا، يعني عوض هنا E سي H في C على لامدا، ويطلع معنا في النهاية أنها تساوي H على لامدا. So من هذا القانون لمدة شو تساوي؟ H على P لمدة، يعني خلال هذا القانون مع الأصل تبعه، يعني P تساوي H على لمدة. إذا لمدة تساوي H على P، H على M في V. إذا لمدة تساوي H على M في V، هذا هو القانون المهم جدا عندنا. لمدة هي صفة موجية، تتكلم عن الصفة الموجية للضوء، و M هي mass of particle و V velocity of particle، تتكلم عن صفة البارتكل. إذا في عام 1924 أجل العالم دي برولي proposed that all moving particle، جميع الأجسام المتحركة have wave properties described by the equation، يعني هي جسيمات ولكن لها ويف بروبرتيز، لها خواص موجيه، وحط لنا هذا القانون اللي هو اشتقيناه فوق لامدا اتش على ام في في، حيث ان لامدا حكينا هي ويف لينث اوف بارتيكل، وتفسر الخاصيه الموجيه لهذا الجسيم. والطرف هذا اللي هو ثابت بلانك ام وفي، ام هي ماس اوف بارتيكل وفي هي فيلوسيتي اوف بارتيكل. هذا الطرف شو يمثل؟ هذا الطرف يمثل عندي اللي هو P، يمثل عندي angular momentum. M في V هي particle، يعني نحن من هنا قلنا M في C أو M في V. طبعا هو C سرعة، إذا كنت تتكلم عن الضوء يعني هذه velocity of light اللي هي C، لكن إذا بدك مثلا تحكي عن إلكترون ما بيمشي سرعة الضوء، سرعة أقل شوي، فما بنفع أقول M في C، لا، أقول M في V. M في V أشمل، هذه velocity of particle،
إذا كان البارتكل أتكلم عنه لايت بحط عليها سي، لكن إذا أتكلم عن إلكترون بروتون إلى آخره أنا بتكلم عن سرعة جسيم فأخليها في، ففي أشمل من مين؟ من سي. عموما إذا هذا الطرف هو يخص البارتكل وهذا الطرف يخص الصفة الموجية. إذا دي برولي دمج القانونين هذول تاع أينشتاين وبلانك وطلع لنا هذا القانون اللي هو مهم جدا ويفسر، يعني طبعا هنا يقول لك نفس الكلام بالنسبة للإلكترون، وهذا القانون يفسر الصفة المزدوجة wave particle duality. duality يعني ازدواجية الصفة الموجية والجسيمية للجسم. Electrons have wave property because of their very small mass, large lambda. يعني العلاقة ما بين لامدا والكتلة علاقة عكسية، علاقة عكسية. نجي على الإلكترون، الإلكترون تظهر عليه الصفة، يعني نعم هو ويف وبارتكل، لكن تظهر عليه الصفة الويف أكثر شوي لأن كتلته صغيرة جدا، وبالتالي لامدا تاعته حتكون عالية. طالما لامدا عالية يعني لامدا واضحة، وبالتالي تغلب عليه الصفة الموجية. أما large particles زي يعني أجسام كبيرة شوي have very small lambda، لها طول موجي قصير جدا، so high frequency and so we don't see its wave properties. وبما أنها لها طول موجي قليل جدا، يعني هيك يعني كأني أتكلم عن نفس المكان، وبالتالي ما راح تظهر لها الصفة الموجية اللي هي بهذا الشكل زي الإلكترون، إنما راح يعني ما راح تكون واضحة الصفة الموجية لها، بل تكون أنها فقط جسيم وثابت في مكانه رغم أنه الكل يتحرك. لكن حكينا بسبب أنه اللمدة قليلة، التردد عالي جدا، إذا إحنا ما راح نشوف الصفة الموجية فيها واضحة. Electron diffraction techniques، هذا بس عناوين، يعني ما بدي أخوض في هذا الموضوع لأنه شائك شوي، بس مجرد فكرة سريعة جدا وبسيطة. هو technique used to determine structure، هو يعني زي الIR، زي الUV، زي الNMR إلى آخره. هي طريقة لتشخيص شكل المركبات الكيميائية. Electrons can accelerate طبعا باستخدام الإلكترون، ويمكن تسريع الإلكترونات بسرعة تبلغ 6 × 10^6 متر لكل ثانية بإحدى طريقتين، إما أني أسلط عليه 100 فولت وأحصل على بيك طول هالموجي 120 بيكومتر، وهذه 120 such electrons are different. ولما يكون عندي طول موجي 120 بيكومتر راح يحدث له ديفراكشن لما يمر بكريستال، والكريستال هنا اقصد فيها البريزم مثلا، منشور او سي دي او يعني القوس اللي يكون زي قوس الشتاء هذا. Illustrate the fact that the electron behave as both particle and waves. اما اذا سلط عليها فولتية عالية جدا راح تعطيني طول موجي قليل، وهذا اسمه مونوكروميت. مونوكروميت يعني single wavelength. Electron beam is suitable for diffraction molecule in gas. يعني إذا كنت بدي أتكلم عن diffraction في كريستال في أجسام صلبة لازم يكون طول موجي عالي، وإذا كنت بدي أتكلم عن diffraction في gas phase لازم يكون طول الموجي قليل. هاي هي فكرة في هذه الشريحة فقط، وما بدي أخذ أكثر من هيك. نبدأ بمعادلات شرودنجر اللي اقترحها عام 1926. Schrödinger described the wave probability of an electron in terms of، يعني هو الآن خلاص عرفنا إنه الإلكترون له خاصية جسيمية وخاصية موجية وتغلب عليه الصفة الموجية اللي هي wave properties، وقام هذا العالم وصف هذه الحركة الموجية لهذا الإلكترون بعدة parameters اللي هي position، مكانه يعني mass، كتلته total energy and potential energy. The equation is based on psi، و psi هي حزمة من الأمواج، و psi هذه describe an electron wave in space، يعني تصف الحركة الموجية للإلكترونات في الفراغ.
أيضا describe electrons in an atomic orbital، تصف حركة الإلكترونات في الـ atomic orbital هو المدار الذري. Describe الرينج، وتصف أيضا ترتيب الإلكترونات داخل هذا الـ atomic orbital. بيقول هذا الإبصائي اللي اقترحه شرودنجر لما دخلنا عليه operator آخر اسمه Hamiltonian operator is carried out on psi، لما سلطنا أو لما ضربنا في psi the result is constant equal energy of electron مضروبة في psi. إذن h في psi يساوي e في psi psi psi. Different orbitals have different psi function and different values of e. This is another wave, another way of describing quantization of each orbit. يعني هاي طريقة من طرق يعني تكميم أو حساب يعني اللي هي صفة الأتوميك أوربيتال، أو من بعدها راح نجيب طاقة هذا الأتوميك أوربيتال، وهي طريقة ثانية غير اللي اقترحها بلانك في تكميم الطاقة في المدار الواحد. إذا تتذكروا بلانك كان يقول إي إن وتكمل القانون سكوير سكوير على إلى آخره. شرودنجر equation can be solved exactly only for hydrogen-like system. إيش يعني؟ بيقول هو شرودنجر زي بور درس ذرة الهيدروجين باستفاضة ونجح في تفسيرها، لكن لما يجي يطبقوه على ذرات أخرى ما نجحتش نظريته. إنما هاي نظرية تصلح للهيدروجين وأشباه الهيدروجين. شو يعني أشباه الهيدروجين؟ يعني كل أيون صفى معه إلكترون واحد، زي مثلا H1 هاي الهيليوم موجب واحد، لأن الهيليوم عدد ذر اثنين، لما يصير هيليوم موجب واحد بيصفي عنده إلكترون واحد. فجميع الأيونات اللي تحتوي على إلكترون واحد فقط راح تنطبق عليه معادلات شرودنجر. H اللي هو الهاملتونيون الأصل هو عبارة عن كاينتيك إنيرجي أوف إلكترون زائد بوتنشال إنيرجي أوف إلكترون، يعني الطاقة الحركية للإلكترون زائد طاقة الوضع للإلكترون. و طبعا الكاينتيك انرجي راح هاملتونيان يكتبها بهذا الشكل، ناقص h سكوير على 8 باي سكوير m في d سكوير على dx سكوير y سكوير z سكوير. هذا كل لياته كاينتيك انرجي ناقص ناقص z اللي هو العدد الذري e سكوير شحنة الالكترون على 4 باي ايبسيلون بير متيفيتي كونستانت جذر X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع. هذا الطرف هو البوتنشال إنيرجي وهذا الطرف هو الكاينتيك إنيرجي. إذا هاي زائد برا هون، بس البوتنشال إنيرجي أصلا هي ماينس، فتضرب الزائد في الماينس فتصفي جوا، واضح؟ إذا هاي عندي هنا زائد V، هذا كله شايفين القوس حطيته هون، هذا الطرف كله V، بس بما انه ماينس ضربناه في الموجب اللي هي في اصل القانون، فظهر عندي الماينس في هذا القانون. يعني ما تتخربط انه والله فوق بلس وتحت ماينس، لا، الماينس هي تابعه للفي. طيب هون بقول لك في ذا بوتنشال انرجي از ذا ريزلت اوف، ما يعني طاقه وضع الالكترون من وين جايه؟ ناتجه عن الكتروستاتيك اتراكشن، التجاذب الكهروسكوني بين الالكترون والنواه. مش الإلكترون شحنته سالبة والنواة شحنتها موجبة، يحدث بينهم تجاذب، هذا التجاذب اسمه electrostatic attraction ما بين السالب والموجب. يعبر عن هذا التجاذب الكهروسكوني بمصطلح البوتنشيال إنيرجي، while the first part represents the kinetic energy of electron، بينما الجزء الأول هذا يفسر الكينتيك إنيرجي طاقة الحركة. أعطاك هنا الثوابت h blank's constant mass of particle، وهنا نتكلم عن إلكترون، إذا mass of electron charge of electron distance from nucleus، وتعبر عنها بالجذر هذا، يعني هذا الجذر كان أقدر أحط بداله r، طبعا الزائد فوق شوي بس يعني راحت مع التنسيق، z charge of nucleus واحد for hydrogen
و permittivity of vacuum and your constant أيضا هذا موجود عندي. When this operator is applied to the wave function. لما جبنا هذا الهاملتونيان كونستانت أو بارامتر وضربناه في مقترح شرودينجر اللي قال لك أنا أعبر عن الموجة في الفراغ عن طريق حزمة من الأمواج اللي هي wave function صار. فلما ضربناهم بعض صار عندك الشكل التالي. يعني هذا الطرف ضربناه في إبصاي بأبعاده الثلاث طبعا راح يساوي لي زي ما قلنا. إذا هذا اللي حكيناه قبل شوي هذا هو الإتش في إبصاي يساوي إي في إبصاي. أوكي يعني جبناه جديد بس جبنا هذا الثابت وحطيناه قبل إبصاي. الآن إبصاي بدي أدخلها على دي سكوير على دي سكوير إبصاي يصير وهنا الفي راح تأخذ إبصاي كالتالي. إذن الصاي دخلت جوا الواي وعلى الزد والفي دخل عندها صاي وجمعنا الفي مع الطاقة اي وحصلنا على هذا الاشتقاق. طبعا في هنا خطوة او خطوتين والخطوة النهائية هي هاي تمام. يعني هاي حاولوا تبحثوا عنها موجودة في كتاب شار موجودة في كتاب هيوهي حاولوا تبحثوا عنها وتقتنعوا ليش اي من وين اجت اي جايه من هذول. ترى انتبهوا ارجع هناك وشوفوا ايش تساوي ويعني ليش قلبناها وليش صارت ماينس صارت بلس الى اخره. يعني يا ريت الكل يعني يراجع معلوماته هون ويعرف كيف احنا حولنا هذا القانون الى هذا القانون. طبعا في عندي هون كمان اي وفي عندي هون صاي وفي عندي هنا صاي يعني جمعهم بحيث تحصل على هذا القانون تمام. هذا كلياته اساوي بالصفر وهذه هي معادله شرودنجر ان 3 دايمنشن. كثير بالامتحانات نقول له رايت شرودنجر ايكويشن ان 3 دايمنشن بابعاد الثلاثه اللي هي اكس واي زد. طبعا تكتبوا دي سكوير ما تكتب اي اشتقاق مش مطلوب منكم اي اشتقاق مطلوب فقط تحفظ هاي المعادله الاخيره تاعت شرودنجر. حط لك هنا الparameters. There are three models to describe electron motion. في عندي هناك وهي مهمة جدا في هناك ثلاث نظريات أو ثلاث نماذج تصف حركة الإلكترون. أول موديل هي linear motion of electron وتسمى يعني حركة الخطية وتسمى translation motion حركة الانتقالية. وهذه راح ندرسها بموضوع اسمه particle in a box. و rotational motion حركة دائرية أو دورانية circular motion around the nucleus حركة دورانية حول النواة. و harmonic oscillator وهي عبارة عن الاهتزازات vibration motion between orbitals such as fluorescence phosphorescence إلى آخره. يعني أنا عندي هون نواة وعندي هون المدار الأول. بدي أتكلم عن المدار الأول بس لأن هذا الإلكترون بدي يتحرك حول النواة. تحركه حول النواة هذا اسمه linear motion. ليه؟ لأنه بدي ينتقل من هذا المكان إلى هذا المكان إلى هذا المكان إلى آخره ويظل يمشي يتحرك فهذا اسمه linear motion. لأن rotational motion لو هو ماشي بيلف حوالين نفسه يعني هو ماشي بلف فيك حوالين زي الأرض بتلف حوالين الشمس بسنة لكن تلف حوالين نفسها بليلة ويوم وبالتالي الإلكترون نفس النظام. إذا في حركة خطية في حركة روتيشن هارمونيك أوسيليتر لأنه هو يمشي خليني آخذ الحركة هاي هو يمشي يعني هاي حركة هاي قلنا يدور حول نفسه يتحرك وهو يمشي أصلا ما بيمشي خط ثابت يمشي كمان هيك باهتزاز يظل بيهز في 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 نفس هذا الاتجاه بيهز حوالين نفسه وبالتالي صار عندك هارمونيك اوسيليتر او فايبريشن موشن. شرودنجر ويف كويشن فور موشن اوف بارتيكل ان ا بوكس ان وان دايمنشن از جيفن باي. يعني نفسر او نحكي عن اللينير موشن بارتيكل ان ا بوكس بتفصيل شوي وعنوانها راح يكون
particle in a box. Particle in a box بده طبعا احنا عندنا x y z صح ثلاث ابعاد بده يدرس بعد واحد. فهنا اخذنا x يعني اهملنا y و z عشان اهمل الروتيشن اهمل الفايبريشن على اساس تسهل علي العمليه، لان اذا تصورت حركه اقدر اتصور الثلاث الباقيات. فدراسه حركه واحده اللي هي اللينير موشن بيختصروها بارتكل ان بوكس. راح نعرف شو يعني بارتكل ان بوكس قدام شوي. فاخذ بعد واحد، نرجع للمعادله مره ثانيه هون اللي ورا. هاي في عندك دي سكوير ساي على دي اكس سكوير وعلى واي سكوير وعلى زد سكوير، وهذا البارامتر موجود واي ناقص بي موجود وصفر. الان بده يلغي هاي فقط، لغاها والباقي المعادله زي ما هي. واضح؟ هي يعني دي سكوير ساي على دي اكس سكوير زائد هاي زائد فوق طبعا 8 باي سكوير ام على اكس سكوير، واي في موجوده واو ساي مش اخذ اكس واي زد، اخذ فقط الاكس تساوي صفر، ويسموها 1 دايمنشن او بارتكل ان بوكس. For given system for which v and m are known، في نظام اللي يكون عارفين احنا البوتنشال انرجي وعارفين الكتله، we can use the Schrodinger equation to obtain value of e وساي. يعني نقدر نجيب e ونقدر نجيب ساي. e allowed energy of particle، ساي wave function. والwave function itself بحد ذاتها ليس لها معنى فيزيائي، وراح ناخذ ساي سكوير. ساي سكوير هي راح نطلق عليها اسم البروبابيليتي، يعني احتمال وجود الالكترون حول النواه في اي مكان راح يكون، احتمال يكون في هذا المكان او هذا المكان او اي مكان. نقدر نحاول نحدده بمصطلح الساي سكوير اللي هو البروبابيليتي. ساي must have certain properties. هاي الساي اللي هي مقترح شرودنجر يجب انه يحتوي على خواص معينة. اولا must be finite for all value. must be finite for all values of x، يعني يجب ان يكون له قيمة محددة ل x. يعني انا بدي ارسم موجة هون من هون له هيك، هاي x مثلا، هاي ساي تمام. الان عند x هاي راح يكون لها نقطة من ساي، عند x هاي راح يكون نقطة اخرى، عند x هاي راح وهكذا. لكن اذا finite for all value of x، لكن خذ الخط الازرق هذا، خذ الخط الازرق هذا، بتجي تقول هاي عباره عن نعم خط نقطه واحده، لكن لو اخذنا هاي الخط هيك هتلاقي هاي قيمه x الواحده لها قيمه هون وقيمه هون وقيمه هون، وبالتالي هذه اللي باللون الازرق لا تعتبر موجه وليس لها قيمه ساي. اذا ساي بيقول يتكلم عن موجه، والموجه عبارة عن يعني أحداثيات x مع قيمة ساي. الآن يقول لك هنا يجب أن تكون قيمة ساي محددة لكل قيمة من قيم x، مش x واحدة لها ثلاث قيم، ثلاث احتمالات لوجود الإلكترون، لا. إذا هذه الرسمة اللي باللون الأزرق خطأ ولا تمثل موجة. Can only have one value of any value of x، وهذا يؤكد المعلومة الأولى، كل قيمة لـ x لها قيمة من أبصاي، وأبصاي ومشتقتها بالنسبة لx must vary continuously as x vary. نعم، يعني كل ما زادت x مثلا أو كل ما تحركت x تحركت معها قيمة مين؟ تحركت معها قيمة أبصاي وكذلك مشتقتها. نقول لك 3 value for psi، وبالتالي هذا يكون خطأ. Consider particle in one dimension x axis ويسمى particle in a box بهذا الشكل. يعني أنا بدي أتكلم عن الموجة من هون لهون، بدي أعتبر أنه عندي بوكس يعني صندوق. هذا الصندوق يا جماعة هو عبارة عن نقطة، عبارة عن نقطة بس يكبروه هيك على أساس توضح الصورة. وإلا أنا أتكلم عن موجة هيك 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 إلى آخره. أنا أجي أخذ هاي النقطة مثلا، هاي النقطة
بدي اخذها وادرسها فكبروها بهذا الشكل. النقطه هاي راح ياخذوا ابعادها من صفر الى اي، من صفر الى اي. تمام. طيب معلش هون طبعا الان عندي ثلاث اوضاع، عندي ثلاث اوضاع. يقول النقطه اللي هي اكس، يعني هذه النقطة عليها X axis وعليها Y axis وعليها Z axis. أنا بدي أدرس، بدي ألغي ال Y، بدي أخذ فقط ال X axis. فيقول لي ال X axis هنا محصورة ما بين الصفر وال A. The particle cannot found outside the box. ليش cannot found؟ يعني أنا بدي أفترض إنه ال particle تبعي موجود في داخل هذا البوكس في مكان ما، لا يمكن يكون قبل ولا يمكن يكون بعد الصندوق، عشان أنا أقيد مجال الدراسة وأدرس عند نقطة معينة في بعد واحد. إذا طلعت نتيجة معناته أقدر أطلع نتيجة لكل الموجة. طيب اللي عندي ثلاث أماكن، المنطقة الأولى، المنطقة الثانية، والمنطقة رقم ثلاث. المنطقة الأولى بيقول لي هنا V equal zero، يعني بده يفترض أنه في هذا البوكس طاقة الوضع صفر due to no force acting on the particle within the box. يعني كأني أستخدم للتصور، يعني إنه بوكس مفرغ ما يأثر على هذا البارتيكل في هذا البوكس أي عامل آخر، أي قوة خارجية ما تأثر. إذا طاقة الوضع هون بدي أعتبرها صفر في أي مكان في البوكس، مش بس عند النقطة هاي يعني. وقبل الصفر يعني هون مثلاً أو هون أو هون بدي أعتبر إنه طاقة الوضع ما لا نهاية، وبعد النقطة هاي اللي أنا أخذتها بدي أعتبر طاقة الوضع أيضا ما لا. إذا يعني ما قبل النقطة وما بعد النقطة V equal zero. طبعا infinite يعني قيمة كبيرة جدا. It mean a huge potential energy، يعني تعني إنه طاقة وضع هائلة. To prevent the electron out of the box. ليش اعتبرنا هاي طاقة هائلة هون جدا؟ لما يكون في عندي طاقة هائلة جدا هون، الالكترون من البوكس ما يقدرش يطلع لبرا. إذا هذه الفروض حطيناها بس علشان أدرس الالكترون عند هاي النقطة. إذا بدي أدرس الالكترون عند هاي النقطة بدي أحط شروط افتراضية، طبعا هذا مش على الواقع، افتراضية، إنه ما قبل هاي النقطة بوتنشال عالي جدا، ما بعد هاي النقطة بوتنشال عالي جدا، بحيث أنا بدي أثبت، كأني أقول لك ثبت الالكترون في هاي النقطة عشان تسهل دراسته. احنا ثبتناه جوا وخلينا الطاقة المؤثرة عليه صفر، طاقة ما بعده هائلة، طاقة ما قبله هائلة، بحيث ما يطلعش خارج هذا البوكس وأنا أدرس فيه. وهذا كلام كله طبعا نظري. Restriction: the total mechanical energy E is must be positive and cannot be infinite. يعني من ضمن القيود على هذا الاقتراح part in the box بيقول إنه ما بتقدر تحط إنه E infinite يعني ما لا نهاية، لكن ويجب أن تكون لها قيمة موجبة. هاي من ضمن المآخذ على particle in a box، بس احنا مضطرين لها على أساس نسهل الدراسة. وصاي must be zero when x، ويعني احتمال وجود الإلكترون في هاي المنطقة راح يكون صفر، واحتمال وجود الإلكترون في هاي المنطقة راح يكون صفر. إذا شروطي أنا طاقة برا infinite رغم أنها لازم تكون قيمة positive، وأيضا على أطراف البوكس، يعني النقطة هاي النقطة اللي أخذناها ترى هي من هون لهون، هاي كلها نقطة بدي أعتبرها. على بداية النقطة وعلى نهاية النقطة ما فيش احتمال لوجود الإلكترون، يعني الساي must be zero عند الصفر والA. هذه شروط، هذه قيود يجب أن يتقيد فيها لما أدرس البارتكل in a box. طبعا هاي المحاضرة انتهت لمحاضرة الساعة. To solve this equation عشان نحل هاي المعادلة، V داخل البوكس صفر، حكيناها قبل شوي، حكينا ان الطاقة داخل هذا البوكس تساوي صفر. وانا بدي ادرس داخل البوكس بديش ادرس خارجه، فأول نقطة منلاحظها أن V هنا equal zero inside the box. شو يعني inside the box؟ يعني
عند دراسة نقطة من الموجة. إذا صفت المعادلة هون اللي هي نقلناها نقل فقط زي ما هي، V هون صفر بتروح. إذا شو بيضل؟ E. E في هذا الثابت بدي أسميه ثابت G اسمه K. يعني لاحظ هون بس منين جبنا، يعني لاحظ D سكوير ساي على DX سكوير نزلت، الدنيا هاي كلها ساي X طبعا نزلت، هاي أشياء كلها نزلتها كي تربيع، مظبوط؟ طبعا V صفر راحت، شو صفى معكم؟ 8 باي سكوير ام في اي باي سكوير ام في اي على اتش سكوير. هذا الثابت احفظوه، هذا الثابت مهم جدا. بعد شوي بدي اسميه كي سكوير، بسميه كي سكوير. كل هذه يساوي صفر، بعدين بتنقل هذا الطرف للجهه الاخرى، اصبحت دي سكوير بساي على دي اكس سكوير تساوي ماينس كي سكوير اوف ساي اكس. هون the function which remain the same if you derive it two times. يعني هذا ماذا يعني؟ مشتقة بدلالة x مرتين بيساوي ثابت psi x. بيقول ايش هو الفانكشن اللي اشتقه مرتين بيضل زي ما هو؟ the function which remain the same if you derive it two times is. ما هو الفانكشن اللي تشتقه مرتين بيعطينا ثابت اللي هو هذا sin kx or cosine kx or generally e os i kx و e os minus i kx. كيف؟ بيقول لك هون sin x يساوي e i x ناقص e minus i x على 2 I. So 2i هاي بضربها في sin x تبادلي هيك تساوي e i x minus e to minus i x. خلي لي هاي الكوساين x شو هو؟ عبارة عن هذول ثوابت، هذول تحفظ يعني هذول أخذتهم في الكالكولوس أكيد. e i x زائد e minus i x على 2 بدون i، نضرب تبادلي يعطينا 2 كوساين هيك 2 كوساين اكس تساوي هذا الثابت. طيب بعدين نجمعهم مع بعض، بتروح الماينس مع لان هاي بلس، هاي بلس وهاي ماينس بيروحوا مع بعض، بيظل معي 2 نزلت برا، هاي كوساين اكس نزلت وهاي ظل معها اي ساين اكس. شو يساوي؟ اي اي اكس و اكس 2 اي اي اكس. بعدين نشطب 2 مع 2 بيصفي معاي اي اي اكس هاي تساوي كوساين اكس زائد اي ساين اكس. لو دخلنا عليها كي تدخل الكي هون تدخل الكي هون. So the solution of d square minus k square psi شو يساوي؟ psi x a sin زائد b كوساين kx. هاي sin kx وهاي كوساين كي اكس وهذا هو الاشتقاق تبعه. طبعا ضفنا الثوابت A و B. Note A B found due to we have more than one solution للساين والكوساين. وهاي هي المعادلة اللي احنا بدنا نحفظها، انه معادلة الون دايمنشن السوليوشن تبعها هو بساي اكس تساوي A ساين كي اكس B كوساين كي اكس. هذا الاشتقاق كامل مش مطلوب منكم، هذا كامل مش مطلوب منكم، بس حبيت أجيبه عشان توضح، لأنه بدل ما أنتقل فيك مباشرة من دي سكوير ساي على دي إكس سكوير ساي ناقص كي سكوير بساي إكس، يقول لي كيف صارت ساي إي ساين كوساي، حبيت بس أوضح لكم شوي صغيرة كيف اشتقينا هذا القانون. وهذا الاشتقاق مش مطلوب منكم لأنكم يا حبايبي راح تأخذوه بالكوانتم إن شاء الله. فبدناش يعني نجمع عليكم صيفتين بنفس الوقت، فخليها بعدين يعني. طيب نأخذ الحل هذا اللي هو A sin kx B cosine kx، ونجيب أو بنبسط هذا الحل أكثر.
boundary condition، الشروط اللي قبل شوية قلنا اللي هي عند حدود البوكس، عند A وعند صفر، إذا تتذكروا كانت بسايد ساوي صفر. إذا بسايد ساوي صفر متى؟ when x equal zero and A. طيب تتذكروا ساين صفر يساوي صفر، كوساين الصفر يساوي واحد. خلينا نشوف. بنعوض بدال x، هو قال لك هنا ساي x صح؟ ساي x، x الأولى صفر، بدي أعوض مرة بساي صفر ومرة بساي الـ A، هذا مطلوب منكم ترى. بساي الصفر، بساي الصفر A ساين K في الصفر زائد B كوساين K في الصفر. طبعا K في الصفر صفر، كوساين الصفر حكينا واحد، ساين الصفر كيف الصفر صفر، ساين الصفر صفر، إذا هذا الطرف راح يروح. شو صفي معنا؟ طبعا هون حكي بس معلش نرجع شوي صغيرة، شو الباوندري كونديشن؟ هي إنه عند الصفر أوبسايد تساوي صفر، وعند الـ A من هذا الطرف أوبسايد تساوي أيضا صفر، لكن في النص، في النص إيه هيكون الحل؟ هذا في النص إيش هي ساي؟ ساي راح تساوي A sin kx B cosine، يعني من هون لهون، من هون لهون A sin kx B cosine kx. طيب عموما نرجع لحلنا هون، راح هذا الطرف so P أو B sorry equal zero. why؟ لأن حكينا إحنا قبل شوي upside صفر، upside صفر، upside تساوي صفر، upside تساوي صفر متى؟ عند x صفر. إذن أوبساي صفر لازم يساوي صفر. طيب إذا هذا الطرف، إذا هذا الطرف، لحظة، هذا الطرف راح، هذا الطرف كيف بده يساوي صفر؟ معناته B فيه لازم تساوي صفر، لأنه K ثابت. ما أقدرش أقول والله أنا كوساين، هو قال لك كوساين K في صفر صفر، راح الثابت هذا راح بالصفر، كوساين كوساين الصفر واحد، إذن هذا الطرف واحد، هذا الطرف كله صف على واحد، كيف أساوي صفر؟ إذن حتما البي هي اللي صفر. إذن هاي النقطة الأولى. مرة ثانية قلنا البارتكل البوكس هيو من اي الى اي نوت، خارج البوكس أوبسايد صفر، داخل البوكس هو الحل اللي شفناه قبل شوي اي ساين كي اكس بي كوساين كي اكس. طيب حكينا في عندنا شروط انه الساي تساوي صفر عند الباوندري كونديشن، يعني عند او عند الحواف في البوكس، عند صفر وعند A. فاخذ واحده، اخذ x تساوي صفر واطبقها، لازم اساويها بالصفر، واخذ عند A ولازم اساويها بالصفر. اذا اطبق A ساين K في صفر لانه انا اخذت x صفر، اذا راح هذا الطرف لانه ساين الصفر صفر، وبالتالي ما فيش داعي لـ A لأنه خلاص هذا الطرف، هذا الطرف كله صفر، إذن حتما هذا الطرف في A مهما كانت قيمة A راح يصفي صفر. وهون K في صفر صفر، كوساين الصفر واحد، هذا الطرف كله واحد، كيف أساوي صفر؟ من يكون حتما B تساوي. إذن القاعدة الأولى أو استخلصنا من التعويض الأول أن B تساوي صفر في هذا الحل، في هذا الحل. الآن بدي أعوض عند الطرف الآخر من البوكس اللي هو A، فصفي عندي ساي A تساوي A ساين KA يساوي صفر. طب وين راحت B؟ إحنا حكينا B صفر، خلاص لغينا هذا الحكي كله، لغينا هذا الطرف كامل، صفت مع المعادلة على هذا الجزء، بدال X حطينا A سواء هون أو داخل الساين هون. It equals zero if sine، متى هذا الطرف، متى هذا الطرف يساوي صفر؟ إذا كان sine kx ka يساوي صفر. إذا هنا إذا هذا الطرف صفى صفر، حكينا مهما كانت قيمة a راح تساوي صفر، إذا sine ka يساوي صفر، not a equals zero، لأنه إذا بدك تخلي a هي الصفر طارت المعادلة هاي كلها، وبالتالي ما استفدناش من حلنا في بارتكل بوكس ولا إشي. إذا هون كأني يقول لك استحالة
اي تكون صفر، لازم تدور على متى ساين كي اي ايكوال صفر عشان اتجنب حذف الحل كله، وبالتالي اصبح دراسة البارتيكل ان بوكس يعني بلا فائدة. اذا الان اجباري ابحث عن هذا الطرف اللي هو ساين كي اي ايكوال زيرو. طيب متى ساين كي اي ايكوال زيرو؟ اف كي اي تساوي ان باي، تمام؟ اف يعني متى الساين يساوي صفر؟ لما يكون عندك باي واثنين باي ثلاثة باي الى اخره، فسماها ان باي. اذا فور ان ون ساين الباي ساين المية وثمانين يساوي صفر، لما يكون ان تساوي اثنين ساين التو باي يساوي صفر and so on، وهذه كوانتايز. اذا بدل ما اكتب واحد اثنين ثلاثة كتبها ان باي. اذا هاي اول شرط حصلنا عليه او اول حل حصلنا عليه. اذا ساي اي تساوي اي ساين كي اي ايكوال زيرو، يعني احنا قلنا هنا ساي تساوي زيرو، تمام؟ الان متى هذا الطرف يساوي صفر؟ استحالة اخلي اي صفر، يعني اذا خليت اي صفر معناته لغيت الحل كله. اذا انا اجباري ادور متى تكون ساين كي اي صفر؟ لما تكون بدال كي اي بحط ان باي، يعني لما اقول ساين باي هلاقيها صفر، ساين اثنين. اذا وكأن اقول لك الكي اي هاي بتساوي باي او اثنين باي او ثلاثة الى اخره. إذا صفينا على أنه ساي A تساوي A ساين كي A وتساوي ساين إن باي. إذن الآن كي A الآن A هاي شو هي؟ A هاي شو هي؟ هي عبارة عن نقطة على الإكس أكسس، بالتالي هون عوض لنا بدال A X على اعتبار أن A هي جزء من الـ X axis. طيب من خلال هذا القانون، وش حاطها ولا لا؟ من خلال هذا القانون K شو تساوي؟ K بتساوي هاي اقسم على A N في باي على A، هيها N في باي على A. لما يقول لك هنا بدي أنا أبدأ من أستفيد من هذه العلاقة وأعوضها في داخل الصاين إن باي على A، لو خلينا هذه A شطبت A وبالتالي مستفدناش، واضح؟ يعني أنت الآن إذا كانت A تساوي، إذا كانت X تساوي A هتروح A مع A، فصفى معك صاين إن باي فعلا تساوي صفر، صاين إن باي تساوي صفر لأنه إن باي حكينا صفر، لكن حطيناها X عشان تصلح لبقية النقاط اللي على X axis، واضح يا جماعة؟ يعني إذا بدك تدرس هاي النقطة تحديدا عوض بدال X A، فتروح A مع A فصف عندك ساين N باي تساوي صفر، وبالتالي الساي هنا تساوي صفر عند A، لكن عند نقطة أخرى لا إلها وجود وإلها مكان، عشان هيك حطينا هاي X. طيب to find EN طاقة المستوى rewrite the following equation، هاي المعادلة بدنا نعيد ترتيبها بالشكل التالي: KA تساوي N باي على A، K تساوي N باي على A، و K سكوير أخذناها قبل شوي، قبل شوي هناك على الزاوية فوق كتبناها، واتركوا احفظوها لبعدين، هاي بعدين. K سكوير تساوي 8 في باي سكوير في ام في اي على اتش سكوير. الان بدي اخذ هذه القيمه واربعها واحطها هون، فصفت معي بدال كي تربيع حطيت ان باي على اي، من هون اخذتها تربيع تساوي الطرف الاخر، وهنا ايضا بدكم تقعدوا مع نفسك شوي صغيره تربعوا الحد هذا وتخربطوا الدنيا وتطلعوا اي ان. هذا القانون يحفظ، وهذا القانون يحفظ، وهذا القانون اللي هو حل البارتكل على البوكس الاصلي يحفظ، وتفسير الانتقال من حل البارتكل الى هون كمان يحفظ، هذا يحفظ.
هذا الاشتقاق مش مطلوب منكم، من هون لهون مش مطلوب منكم، لكن انا لو مكانكم بحفظه على اساس مهما نسيت هذه الثوابت بجيبها من خلال الاشتقاق. اذا EN طاقة المستوى تساوي N سكوير H سكوير 8M على A سكوير، where N equal 1 2 3 هاي يعني المستوى الأول الثاني الثالث، هذه quantum number determine the energy of particle، وحكيناها زمان في كيمياء واحد إنه قيم N هي N واحد هي N اثنين هي N ثلاثة إلى آخره تحدد الطاقة، وكنا نحكي لكم أنتم يعني صغار إذا طلعت الطاقة الأول يعني المستوى الأول هذا معناته في فرق في الطاقة، المستوى الثاني في فرق أكبر، عشان هيك قيمة N بتحدد الطاقة، لكن كيف نحسبها؟ هذا القانون أجي دورها. إذا بدي أحسب طاقة المستوى الأول له طاقة معينة، إذا المستوى الثاني طاقة مختلفة أكبر شوي لأنه هذا التناسب طردي، إذا N ثلاث تناسب طردي أكثر، وبالتالي E أعلى وأعلى، وكل ما ارتبع عن أو كل ما ابتعدنا عن النواة كل ما زادت طاقة المستوى. إذا من هون حكينا N هي الكوانتم نمبر ديتيرمان ذا انيرجي، هذه كنا حكيناها في الفصول السابقة حكي، الآن عرفنا كيف نحدد الانيرجي عن طريق هذا القانون. الام ماس اوف بارتكل اي ويدث اوف بوكس يعني المسافة من صفر إلى اي، ترى اسمها اي يعني هاي كلها اسمها اي لأنها نقطة أصلا، اي انيرجي اوف بارتكل. سو the limitations placed on the value of psi have led to quantized energy level and spacing when determined by M and A. يعني هون يقول لك انه طالما انت قدرت تحسب طاقة المستوى انت اذا كممت الطاقة وبالتالي اصبحت كمية محددة تعتمد على الكتلة و E اللي هي ال width of box. المرة الجاي نكمل هون، يكفي اليوم لأنه هذا شوي دسم، براجع لكم المرة الجاية هاي الشريحة السريع وبنكمل. قلت لكم أنا وقف الفيديو بس تسجيل بس